طيب هل تحول للنادي الاهلي وفي الاهلي تحديدا عندي مداخله في منتهى الاهميه. انا معايا على التليفون كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد اهلا وسهلا بيك، تحياتي مساء الفل ومبروك، الف مبروك، مبروك برونزيه كاس العالم للانديه، مبروك بطوله السوبر المصري اللي استطاع النادي الاهلي الفوز بيها في الامارات. اهلا بيك يا ابراهيم وشكرا جدا ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي والحمد لله. طيب خليني اسالك بقى في البدايه، كيف كان الاستعداد للبطوله دي من الناحيه النفسيه؟ لان انت طالع مجهد جدا، مستهلك جدا جدا من البطوله اللي قبلها هي كاس العالم للانديه، فكيف كان تعامل الجهاز الفني مع الجزئيه دي تحديدا؟ طبعا يعني انت بتتكلم على بطوله كانت مهمه جدا، توقيتها كان مهم، راجع من كاس عالم انديه، عامل مباراه بشكل قوي جدا، حرست المركز الثالث، لعبت مدارس مختلفه، مجهود بدني كان عالي جدا، استعداد للبطوله دي يعني احنا سافرنا تمرين وبعدين لعبنا مباراه على طول. صحيح. طبعا احنا كنا واحنا مسافرين مجهزين نفسنا، احنا مسافرين مواصل مجهزين نفسنا على السيناريو ده، فالجدول كان محطوط مترتب متنظم على ان احنا هنلعب في المباراه دي في التوقيت ده بالشكل القوي، بطولتين احنا من بعض مسلمين بعض زي ما بيقولوا. صحيح. فكنا محتاجين على طول ان احنا نبقى في استشفاء كويس جدا، وده اللي كنا بيتعمل بشكل كويس، وكان الجزء البدني والجزء النفسي كان كله شغال مع بعض، والجزء الخططي طب تخرج من المدرسه المدرسه المدرسه، صحيح. طبعا ده محتاج شغل خططي وتجهيز وتحليل حاجات كتيره جدا، كانت المعسكر كله كان شغال على ازاي انت هتلعب بكل المدارس دي في توقيت كله. صحيح. طيب خليني بقى اسالك، من 4 اغسطس لحد وقتنا الحالي هي فتره كابتن خالد بيبو منذ توليه المسؤوليه لحد هذه اللحظه، كيف تقيم تجربتك وهل انت راضي عنها وبنسبه كام؟ الحمد لله. طبعا زي ما بيقولوا كده، انت بتشتغل وبتجتهد وبتعمل اللي عليك، التوفيق ده بايد ربنا، محدش فينا بيقدر ان هو يعني يضمن التوفيق او يضمن المكسب، انما الحاجه الوحيده اللي انت تقدر اللي انت تعملها ان انت تشتغل وتبذل كل مجهود عشان تقدر تنجح، حط عوامل النجاح وخد الاسباب كلها، وفي تيجي في الاخر التوفيق بتاع ربنا ده هو امتى وازاي وتوقيته ايه، ده انت مش بايدك، دي الحاجه الوحيده اللي انت ما تقدرش ان انت تتحكم فيها، انما انت بتشتغل وبتتعب. دخلنا الموسم طبعا يعني كان موسم بدايته كانت فترة اعداد، وفي كده في نص فترة اعداد واحنا مسافرين لعبت المنتخب كلها سابتك، واللعيبة الدولية كلها سابتك، ورجعت على تحدد المباراة الأولى في توقيت كان صعب جدا، فيعني ما حالفناش التوفيق، انما احنا اشتغلنا في المباراه. لو انت يعني لو متذكر المباراه، ايوه، ما كانش الشوط الاولاني 3 أو 4 فرص محققين ان انت تكسب يعني، صحيح. بس ما كانش فيه توفيق، وطبعا كانت بدايه صعبه شويه ان انت بتخسر بطوله، فطبعا كان الهجوم كان في ضغط. بالظبط كده، كان في ضغط عليك تحديدا، وكان في هجوم وانتقاد بقى من ناحيه تانية للكابتن خالد بيبو بعد ما كان المنصب ده بيشغله الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتالي لما جه الكابتن خالد بيبو حصل نوع من انواع الانتقاد وحصل نوع من انواع الهجوم. ايه اكتر انتقاد زعلك؟ يعني ايه اكتر حاجه ضايقت الكابتن خالد بيبو ما كانتش حقيقه؟ والله بص، وانا يعني بمنتهى الامانه انا يعني كل الانتقادات اللي اتقالت كلها كانت يعني انتقادات من بره، من صوره من بره، يعني بمعنى ايه؟ كله كلام من غير ادله زي ما بيقولوا، لسه مشاكل، اصل مش مسيطر على اللاعبين، يعني كلام كان طبعا غريب جدا، والواحد انا ما اعرفش هم كانوا بيجيبوه منين، او ان هم عايزين يوصلوه يعني يوصلوا لايه، وبعدين اصلي مش عارف حاجات قعدت بقى ايه، اصلي اكتر حاجه زي اصل هو يعني ايه من ساعه ما مسك الفرقه ما كسبتش، انا يعني انا
انا لعبت في الفرقه دي وخدت بطولات من زمان يعني، مش باجي دلوقتي فهاجي يعني وش وحش على الفرقه يعني. مفيش حاجه في، مفيش حاجه في الكوره اسمها وش حلو ووش وحش، مفيش حاجه اسمها كده. لا وانا خدت بطولات يعني، انا يعني انا في النادي يعني من زمان جدا يعني، خدت كل البطولات مع النادي. فطبعا الكلام كله كان كلام يعني. في واحدة من الانتقادات اعتقد انك ممكن تكون قريتها، انه كابتن خالد بيبو ما بيضغطش شوية على الحكام، كابتن خالد بيبو ما بيبقاش معاه كورة وكورتين وتلاتة لما بنروح نلعب في الماتشات بتاعت افريقيا والحاجات اللي شبه كده. واحقاقا للحق او بمعنى صح عشان اكون دغري يعني من غير لوع في الكلام، الناس بتشوف ده لانه كان بيعمله الكابتن سيد عبد الحفيظ. وانا شفتك في اكتر من مرة بتتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بنوع من انواع التقدير والاحترام المتبادل ما بينكم وبين بعض. فده اللي هيخليني اسالك، لا انت بتشوف النوعيه دي من الكلام يعني ازاي؟ والله بص، انا طبعا يعني هو فكره ان انت بتضغط على الحكام عشان يعني عشان تاخد حق مش حقك، ولا بتضغط على الحكام عشان تاخد حقك، ده موضوع مهم جدا احنا نتكلم فيه. انت تضغط على الحكام ده موضوع مش مقبول يعني. انا ما بضغطش على الحكام، انا بحاول ان الناس يعني كابتن بيحاول ياخد حق الفرقه. ايوه. وانا على فكره يعني في اوقات كتيره قوي بتقوم لما بيبقى في حاجه انت شايف ان هي تستدعي حق ان انت تستدعي ان انت تقوم وتتحرك وتتكلم، انا بقوم واتحرك وبتكلم. بس طبعا يعني لسه يعني ايه، ما المخرجين ما جريوش ورايا يعني، لسه ما عرفوش انا بقوم ولا بقومش. ما بيجيبوش اللقطات اللي الواحد ممكن يقوم فيها او الكلام ده كله. صحيح. انا بسالك وانا عارف الاجابه يعني، انا عارف، خد بالك انا بسالك وانا عارف كويس انت بتشتغل ازاي بحكم الواحد في المطبخ، وعارف كويس انك من الكوادر الاداريه المحترمه جدا جوه النادي الاهلي، ولكن انا بسالك الاسئله اللي عند الناس اللي اكيد انت بتقراها واللي فرصه كويسه انت دلوقتي تتكلم فيها مع الناس. بص، وانا عايز اقول حاجه، وانا طبعا الفكره كلها ان الخط ده هو ملكيه خاصه للمدير الفني. صحيح. المدير الفني لازم يبقى موجود وياخد حريته على الخط، ولازم هو اللي يبقى بيوجه، مبقاش في حد طول الوقت واقف ورا ظهره يعني. يعني انت ما بشوفهاش في كل فرق العالم، كل فرق العالم هو المدير الفني الوحيد اللي واقف على الخط. انت اذا كنت هتقوم للحظات يعني، تتكلم في حاجه، تنظيم الامور بشكل كويس. لو حسيت طبعا ان في امور يعني ماشيه ضد الفريق، هيبقى عندك طبعا لازم هتقوم وهتدافع عن الفرقه وهتدافع عن ده ده ده, ده شغلي ان انا دافع عن الفرقه وندافع عن المدرب ودافع عن اللعيبه بتاعتي. ولا حتى مثلا ممكن الناس ما تبقاش شايفاها بالشكل اللي هي القوي ان انا لازم يعني بالكلام ده كله، انما يعني حتى المباراه الاخيره دي انا قمت خمس ست مرات يعني مباراه سيراميكا كان فيه ثلاث اربع انذارات، قمت واتكلمت مع الكابتن البنا وكلمه، قلت له انت لازم تقول للحكم يعني ان في ضرب قوي جدا على اللعيبه، مش معنى ان احنا يعني اللعيبه راجعه جايه من السفر وبكميه ضرب وفي ثلاث اربع انذارات في الشوط الاولاني مستحقين يعني. بس هي طبعا يعني لسه بقول لك لسه المخرجين ما راحوش، مفيش مشكله، لسه ما جوش عليا في الحاجات دي يعني. صحيح. بس انا ما عنديش مشكله يعني، بس انا برضو بقول لك للمره مليون ان الخط ده ملكيه خاصه للمدير الفني، لازم ياخد حريته على الخط ولازم يبقى موجود، هو اللي بيوجه اللعيبه بشكل قوي وهو اللي يبقى هو اللي موجود في الصوره زي كل فرق العالم، ان المدير الفني هو صاحب الخط يعني. صحيح. بتتعامل ازاي ووفقا لانهي امر فيما يتعلق بتعامل اللعيبه مع السوشيال ميديا؟ هل هناك قرار قاطع من الكابتن خالد بيبو بمنع اللعيبه من استخدام السوشيال ميديا فيما سوى الصور اللي ليها علاقه بانتصارات بعد المكاسب ولا لا؟ لا طبيعي، انت بتبقى بتحاول بقدر الامكان ان انت تحمي لعيبتك من كل حاجه. السوشيال ميديا دي يعني موضوع صعب جدا، وفي حاجات جوه السوشيال ميديا احنا شخصيا لسه ما نعرفهاش. انت فيها حاجات كتيره قوي، باع كبير جدا وبقت حاجه قويه جدا. فطبعا اللعيبه لازم تبقى فاهمه ان هي اي حاجه بتحطها على السوشيال ميديا هي بتحط نفسها ما بين او لا. فلازم تبقى انت حريص جدا وانت بتحط اي حاجه على السوشيال ميديا في توقيتاتها كمان، واي حاجه انت ممكن تحط اي حاجه خاصه بالنسبه لك، انما اي حاجه خاصه بالفرقه، اي حاجه خاصه بالنادي، ده طبعا بيبقى مرفوض وممنوع، وبنتعامل معاه على طول بكل قوه وكل حذر بدون ما نقول للناس يعني. لا صحيح. اي حد بيغلط في الامور دي
الناس يمكن احنا كنا استغربت يا بنلعب كابتن، الناس استغربت يمكن يا كابتن خالد، الاهلي راجع من برونزيه ثم من بعد البرونزيه بطوله السوبر ثم اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع كابتن مع مستر كولر ومع كابتن خالد بيبو لبحث متطلبات واحتياجات الفريق، تشعر كما لو انه هناك امر جلل او امر طارئ حصل. هل هذه الجلسة كانت طارئة، كان فيها أمور طارئة، ولا هي بطبيعة الحال الأهلي بيحاول على طول طول الوقت يحافظ على نفسه ويبقى دايما بيجدد نفسه وبيفكر الدنيا ماشية ازاي؟ احنا على طول الاجتماعات دي بتبقى شغاله، على طول بيبقى في ابديت لكل الاحداث اللي بتحصل. احنا طالع من بطولتين، خرجت يعني بيهم بشكل كويس جدا. طبيعي جدا ان لازم يبقى رئيس النادي ومع الكوره ولجنه التخطيط يعرفوا ايه الاحداث اللي حصل في البطوله وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها وايه الحاجات اللي كل الكلام ده كله. احنا دايما بصفه دوريه يعني بيبقى في اجتماعات، احنا مش بعيد عن لجنه التخطيط والمشرف العام للكوره، احنا على طول بيبقى في متابعه كل الاحداث يعني. صحيح. ودي بطولتين كانوا كبار في توقيت صغير جدا، لازم كنا نتكلم يعني. البعض يتساءل هل النادي الاهلي على مقربه من التعاقد مع مهاجم جديد ام لا، لسه ما فيش مهاجم؟ طبعا انت يعني الفرقه دايما طول الوقت، انت النادي الاهلي منافساتك كبيره ومنافساتك قويه جدا، اي حاجة بيحتاجها الجهاز الفني الادارة على طول بتلبيها، ودي حاجة بتبقى متطلبات للجهاز الفني. هل هو طلب يعني طلبات معينة، طلب يعني مراكز معينة ولا ما طلبش؟ لا والله طبعا الموضوع ده سابق لوانه، احنا بنتكلم طبعا في زي ما بيقولوا في الغرف مغلق. المغلقة، ماشي. وبنتكلم في التفاصيل دي، ولما يبقى في اي احداث جديده او اي امور جديده تتطلب ان احنا نتكلم فيها في الاحلام اكيد اول ناس هتقول يعني، مش هنخبي. صحيح. شفت ازاي تسجيل مودست اللي هدف في نهائي البطوله وهدف تقريبا اللي جاب البطوله للنادي الاهلي؟ والله بص انا سعيد جدا طبعا، لان هو طبعا الولد يعني محطوط تحت ضغط رهيب. طبعا هو لعيب كبير، هو انت يعني مش هتقيمه دلوقتي، ممكن الامور ما كانتش يعني ماشيه معاه في الاول بشكل كويس، مش قادر يحرز اهداف، انتقادات رهيبه، وده لعيب كوره هو متعود على كده، وكل اللي بيشتغل في كره القدم وبيلعب كره القدم محطوط دايما طول الوقت تحت انتقادات. هتأدي بشكل كويس، الناس هتتكلم عنك كويس، مش هتأدي بشكل كويس، اكيد هيبقى في انتقادات، وده طبيعي جدا. هو طبعا مر بالفتره اللي فاتت بشويه انتقادات كانت كتيره شويه، ايوه، انما طبعا توقيت الهدف بالنسبه له يمكن تحس ان البطوله يعني المباراه اتعبت عشان هو اللي يجيب الهدف. صحيح. هي بتبقى هي كوره كده، ما تضمنش ان هي قفلت ليه. طيب يعني انت كنت كسبان. هسألك اسئله وحضرتك كابتن بيبو قول لي، انا مش عايز اجاوب على ده، عايز اجاوب على ده، خليك براحتك خالص خالص. انا عارف انه في منظومه وفي سيستم في النادي الاهلي مفهوم كويس بالنسبه للناس، مفهوم بالنسبه لي ومفهوم حتى كمان بالنسبه للمشاهد، فده هيخليني اسألك مباشره. شائعات كتير اتقالت في الفتره الاخيره، مودست ماشي في يناير، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ولو مش عايز تجاوب قول لي مش عايز اجاوب، ما عنديش مشكله خالص. لا ده لعيب في الفريق وبيأدي ومتعاقد مع النادي، ومفيش اي حاجه، مفيش اي بلان محطوط بالنسبه له يمشي او يقعد، ده راجل متعاقد مع النادي وعقده ماشي وعقده ساري. انا ما اعرفش الكلام ده كله طلع ازاي وطلع منين، لو في اي حاجه طبعا احنا هنقول للاعلام يعني، انما صحيح. طبعا هم بقى مودست مستمر مع الفريق خلاص لحد نهايه عقده، صح كده؟ هو شغال مع الفريق ولسه مفيش اي جديد يعني، طيب ما حصلش اي جديد عشان نقوله يعني. صحيح. بالنسبة لصلاح محسن في حاجة جديدة بالنسبة لموقفه ولا لأ، مكمل مش مكمل؟ برضه صلاح محسن يعني احنا طبعا كان موجود معانا في المعسكر اللي فات، ما كانش ليه نصيب ان هو يشارك، وبس اتمرن كويس وكان موجود وجاهز في اي وقت ان هو يشارك، مش اي جديد حصل بالنسبة له يعني حتى هذه اللحظة. انا بتكلمك لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، مفيش اي جديد بالنسبة لكل الاسماء اللي انت بتقولها. اخد تعليقك على القائمة بتاعت المنتخب، هل عندك اي تعليق على القائمة، على الاختيارات تحب تقوله؟ احنا دايما بنقول الاختيارات دي حق اصيل للمدير الفني للمنتخب، وهو طبعا هو مسؤول عن اختياراته، وهو اللي يتحاسب في الاخر. انما طبعا في ناس كتيرة قوي يعني كان حق ان هي تبقى موجودة، ياسر ابراهيم بيعمل مباراة في آخر الفترة بشكل قوي جدا، و
أو استغربت جدا بعدم وجوده. ياسر رامي ماشي كويس، حسين الشحات ماشي كويس جدا. فطبعا برضو في الاخر برضو بنقول ان اختيارات المدير الفني هو المسؤول عنها وهو اللي هيتحاسب عليها. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر، بطولة مهمة جدا 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 زي ما انت بتقول، بقالنا فترة طويلة قوي ما حرزناش فمحتاجينها، صحيح. فاحنا كلنا بنساعد منتخب مصر يقدر يحرز البطولة ان شاء الله. الكلمة بقى اللي انت عايز تقولها لجمهور النادي الاهلي في هذا التوقيت بعد مكسب بطولتين او بعد الفوز بالبرونزية ثم مكسب بطولة السوبر. بص انا مهما اطلع الاجوان مش هقدر اقول اي حاجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اكبر من اي كلام، هو اللي حاططنا في المكان ده، وهو اللي بيساعدنا وهو اللي بيسندنا. وزي ما بيقولوا هو جمهور النادي الاهلي هو حماه، فانت يعني ايه، احمي لعيبتك واحمي ناديك من اي حد عايز يهدم النادي واي حد عايز يشوشر على النادي واي حد بيحاول ان هو يعني يحط النادي دايما في صوره مش جيده. الناس كلها بتشتغل وبتتعب، والتوفيق ده من عند ربنا، انما مفيش حد بيأثر ومفيش حد بيحاول ان هو يأثر مع جمهور النادي الاهلي ومع فرقه النادي الاهلي ان احنا نعمل احسن حاجه. حاجه بس انا عايز اقول تعليق صغير صغير فضل. بس اتفضل. على موضوع ان امبارح طبعا احنا في عز الفرحه طلع حد عامل فيديو لمودت وعامل وبيرس تا وقال لك ان خد بيبو ساب اللعيبه ومشوي. ايوه. فطبعا يعني انا عايز بس الناس بعد كده تتعامل مع الاخبار ان هي يعني تستعمل بس يعني تشغل يعني دماغها شويه. تفكر قبل ما تبقى بتنقل الاخبار والكلام ده، حتى لو انت للحظه بس بصيت هتلاقيهم الاثنين لابسين لبس خروج والناس مش يعني مش لابسين لبس المعسكر وخلاص. انت بعد المباراه في ناس خدت اجازه، وواحد مسافر فرنسا وواحد مسافر يعني، فالناس خلاص خدت اجازه. البعثه بتاعت البعثه بتتحرك خلاص على المطار على السفر، وفي ناس اللي خدت اجازه. هم مش بس مش هم اثنين بس، في لعيبه كتير قوي خدت اجازه من بعد المباراه، وكل واحد اتحرك زي ما هو عايز. فانا بس عايز الناس ما يعني لو سمحت يعني ايه الاخبار اللي بتتداول بشكل مش صحيح تبتدي تفكر فيها قبل بس ما تبتدي ايه تتكلم عليها يعني. صحيح، عشان في الاخر بقى شكلهم وحش يعني، مش منطق حاجه. اكيد يعني مش منطق أكيد يعني مش النادي الاهلي هو اللي هيسيب اثنين لعيبه وينساهم يعني. صحيح. يعني حتى بص على السوم الاول قبل ما تقول نسيهم يعني. صحيح. كابتن خالد انا بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، اللي جاي يكون افضل واحسن بكتير. انت من الشخصيات المحترمه جدا جدا، الشخصيات الطيبه جدا جدا النقيه، وانا عارف ده كويس بحكم القرب، وعارف كويس قد ايه انت مخلص لشغلك ومخلص لعملك. فبتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا. اخر حاجه تقفل النادي الاهلي ماشي بسيستم وماشي بلوائح بتتنفذ على السيستم. ماشي الكلام بس. ماشي الكلام. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد. بشكرك شكرا جزيلا. كابتن خالد بيبو نجم مصر والنادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي.